احمد كامل، مبسوطه انك موجود النهارده في دير جاست وانك كمان هتتكرم. كلمني عن احساسك. والله انا في الحاجات دي مش ببقى فاهم قوي الاحساس او الحاجه، مش ببقى مركز غير ان في حاجه جديده حصلت. بصحى من النوم مثلا في يوم بيقولوا لي في تكريم، فانا مش عارف، مش فاهم، لان انا ما كانش ليا علاقه بالشغل ده قوي زي ما الناس عارفه يعني ان هو جه صدفه كله. بس الحمد لله يعني ربنا بيكرمني، بشوف ان انا محظوظ قوي في الحاجات دي كتير، يعني غير ان انا جامد اصلا يعني. ما جبتش مراتك معاك ليه بقى؟ علشان هي هتولد بكره. الف مبروك، يعني تكريم ولاده مبروك. الله يبارك فيك يا رب. ولد ولا بنت؟ بنت. تسميها ايه؟ اسمها ايلا. الف مبروك. طب كلمني بقى يعني عن، دايما احنا لما بنسمع احمد كامل معظم اغانيه بتكون حزينه شويه. ايوه، بتيجي على المود قوي وبالليل يعني عايزه اعرف في جديد ليك؟ في بقى فرحه وسعاده؟ في كتير. في ميني البوم صغير، بس انا هنزله سينجلز يعني، مش برجح فكره الالبوم او الميني البوم اكتر، لان مش معظم الناس بيعجبها كل الحاجات فمش بيسمعوها كلها. وفي غير ده في سينجلز بقى كتير لوحديهم خالص، بس انا كنت مقسم ده علشان كنت هنزله ميني البوم وما عملتش كده. وفيهم حاجات فيها كام حاجه مفاجاه يعني، ما في حاجات فيتشرنج مع ناس وحاجات بتضحك وحاجات مبسوطه كده. مش هتقول لنا يعني اسم كم اغنيه منهم كده اكسكلوسيف؟ ممكن مراجيح. مراجيح. كلمني عن النهارده، يعني طبعا التكريم جاي من ناحيه الجمهور، هو اللي اختارك للتكريم مش جهه معينه. كلمني عن احساسك وعن شعورك وتقول ايه للجمهور. بصي، هو قبل اي حاجه انا ببقى مبسوط بده جدا اكتر من اي حاجه، ان مش جهه اللي بتكرمني، وطبعا شرف ليا ان اي جهه تكرمني، بس بتبسط اكتر لما يكون من الجمهور، خاصه ان انا ما كنتش عارف اصلا ان في فوت او حاجه، فاتفاجئت قال لي بتصويت الجمهور، فده حب يعني، ده حب مش مشروط. زي ما اهلك بيحبوكي ففي ناس حباكي لسبب ما، انت ما اخترتيش، ما قلتليش لحد ان حد يحبك او اجبرتي حد على حاجه، فده برضو ده حاجه تانية، ده شرف. وهم الناس دول هم يعني هم اللي ليهم الحق وليهم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على اي فنان او على اي حد بيعمل اي صانع محتوى عامه. فانا مبسوط بده جدا يعني وفخور بده. تغني حته صغنونه قوي للتلفزيون اليوم السابع. اقول لك حاجه احلى بكتير. السنه اللي جايه تمام هتكون اول حاجه، في افتكري الكلمه دي كويس، في حاجه اسمها كتابه وملك، ده انا ما اتكلمش عنها مع حد خالص. افتكري الاسم ده كويس جدا جدا، الاغنيه دي بالذات، علشان في حاجه مش طبيعيه هتحصل. بس شكرا ليك قوي. وقبل ما تمشي تقول ايه الجمهور تلفزيون اليوم السابع في راس السنه؟ كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام بخير يا رب دايما، ونشوفكم في احسن حال، وتكونوا يا رب كده بخير دايما علشان الكورونا والظروف والحاجات كده، وحافظوا على نفسكم والنبي. انا هلبس الكمامه حالا. شكرا جدا.